اليوم سنتكلم عن السماء التي تظلنا وعن الأرض التي تحملنا. سنتكلم عن من لما خرجنا للدنيا حملتنا بكفها التي راعتنا وأطعمتنا وأسقتنا وعلمتنا. سنتكلم عن تلك التي تحمل ثقلا كالجبال وهي أرق من قطرات الندى على الأزهار. سنتكلم عن المرأة التي تداوي وهي محمومة، وتواسي وهي مهمومة، وتسهر وهي متعبة، وتحزن مع من لا تعرف، وتبكي يوم زفافها لأنها فارقت بيتها. لهذا واجبنا أن نحسن إليها. الأنثى تلك التي سنتكلم عنها اليوم أكثر ما يسعدها بهذه الحياة أن ترتمي بحضن أبيها، تبقى أنثى. كلنا معشر الرجال لما نتزوج نحوم حول بيوتنا ونبتعد عن أبينا وأمهاتنا، إلا الأنثى، إلا الأنثى، تلك المرأة الجبارة عينها على بيتها والعين الأخرى على بيت أبيها، فلله درها. هنيئا لمن في ذريته بنات، لن يشعر بالوحدة إن كبر سنه ورق عظمه ومسك عكازه. ستبقى تلك الفتاة التي أنجبها تحوم حول بيته وتواسيه وترعاه من طبيب لطبيب ومن مستشفى لمستشفى وتلبي الحاجات. سنتكلم اليوم عن تلك المرأة التي تحب أن تعامل كطفلة مهما كبرت. كلنا نكبر ويشب شعرنا ونحب نحن أن تعاملون بسننا، إلا النساء مهما كبرت وظهر الشيب في شعرها ومفرق رأسها تحب أن تبقى في نظر زوجها طفلة. سنتكلم اليوم عن تلك المرأة التي تريد منك أن تحمل حقائب الاهتمام في حياتها، لا تريد منك إلا الاهتمام. هي التي ترسم الجمال بيديها، دعها تشعر بأنها نعمة من الله لديك. أشعر النساء يا معشر الرجال أنهن نعمة، خلقنا لهذه الدنيا. لهذا تبقى المرأة وإن قست وإن أظهرت أنها قاسية وقوية، اعلموا أنها لن تخلو من المشاعر قط، ولن تخلو من العطف ولا الرأفة ولا الرقة، كلمة تبكيها وتكسرها. ليس عيبا نحن معشر الرجال أن نتعلم من قلب الأنثى شيئا ربما يجعل قلوب الرجال أكثر إنسانية ورقة. الأنثى التي تستطيع أن تربي طفلا بلا أب، لكن نحن معشر الرجال لا نستطيع أن نربي أطفالا بلا أم. هنا تكمن قوة الأنثى. المرأة إن تكلمت بها جمال، وإن صمتت تزداد جمال. هي الوحيدة كلامها وصمتها جمال. المرأة لا تطلب شيئا، كل ما تريد هو عنصر الاهتمام، لأنها في نظرها استحق كل شيء. لا تجعلها تنتظر طويلا بكلامك، بمشاعرك، بهمسك، ببث حبك لها. لا تجعل المرأة تقف على باب قلبك تطلب منك الاهتمام. أنت كلما احترمت المرأة، كلما احترمت المرأة احترمتك، وكلما المرأة احترمت نفسها احترمها من حولها، فهي ثمينة وغالية. المرأة بعاطفتها إنسان تتفوق على جميع المخلوقات. أي جمال في الطبيعة، أي جمال هذا في الطبيعة يستطيع أن ينافس جمال المرأة إن أحبت. لا تزال أفعال المرأة تصدر عن الإلهام، لذلك تجد المرأة تفضل الحب وإن كان خاملا على المجد وإن علا. عبقرية المرأة تكمن في قلبها، وقلب المرأة هو نقطة ضعفها. حب المرأة حب طاغ ديكتاتوري،
حب المرأة طاغ ديكتاتوري لا يقبل شريكا، لا يقبل شريكا معك. يريد حب المرأة أن يخضع لها عواطف الرجل رغما عنه أو بإرادته. لهذا لما نتكلم عن المرأة نتكلم عن الحب التي هي أجمل مرحلة من مراحل الرجال. لما نتكلم عن المرأة نتكلم عن الحياة. فمهما تكلم الرجل لا يستطيع أن يشرح معنى الحب، ولكن يكفي المرأة أن تتفوه بما هو الحب، هنا تستطيع أن تعبر حقها. لهذا حب المرأة كالقمر، اسمعها اسمع، حب المرأة كالقمر إذا لم يأخذ بالازدياد حتى يصبح بدرا سينقص، إن لم تهتم به حتى يصبح هلالا ثم يختفي، حتى ثم يختفي. لهذا المرأة ليست مجرد ضلع نتكلم به أينما حللنا وارتحلنا. المرأة كيان، المرأة هي أصل الوجود، هي أصل الوجود. لهذا تجد المرأة تبقى غالية في أعين الرجال. النظر إليها زينة، زوجها لما ينظر لها بملابسها بتألقها زينة زينة. لهذا الإسلام تجد أعطاها حرية الاختيار، أعطاها حرية التفكير، أعطاها حرية الحياة. لأن المرأة في الواقع هي المدرسة، المرأة هي المدرسة. كلنا تربينا بأيدي نساء أمهات، كونت شخصيتنا على أيدي أمهاتنا. فالمرأة هي التي تكون شخصية المجتمع، هي المجتمع، هي المجتمع. المرأة هي التي نحن نضع أطفالنا حينما نذهب للعمل في أحضانها، سواء كانت متعلمة، دكتورة، جاهلة، أمية، لكن كلنا نتفق على أنهن يحسن التربية، يحسن التربية. لهذا للأنثى قوة، للأنثى، للمرأة قوة تحمل، تذهل الرجال، تتحمل الصعاب، تتحمل الهموم، تتحمل تبعات كل ما يأتي من الزواج والحب والإنجاب والسعادة وكل شيء، وتراها تبتسم، وتراها تبتسم، ولربما تسمعها أحياناً وهي تقوم بتنظيف المنزل تغني، تغني، لأنها ترى أن الحياة جميلة رغم القسوة، والله خلقها جل وعز لتواسي آدم في الجنة. أصل وجودها أن تكون شريكة وأنيس لآدم عليه السلام. لهذا تجد المرأة ربما تضحك عندما تكون خائفة، ربما ترى تضحك حينما تخاف، وربما ترى تبكي حينما تفرح، لأنها هي الوحيدة التي تستطيع أن تجمع المشاعر المتضاربة. حبها غير مشروط، حبها غير مشروط، بل ربما تصمت المرأة أمام من تحب، لأن الكلمات تأتي على هيئة الدموع. الأنثى لا تريد منك المستحيل يا سيدي، المرأة لا تريد منك المستحيل، هي فقط تريدك أن تكون كالرجل أو مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك. سقراط قال كلمة جميلة، قال عبقرية المرأة تكمن في قلبها. المرأة لم تخلق فقط لتكون محط إعجاب الرجال، بل لتكون مصدرا للسعادة، وتكون مصدر لسعادة بيت وأسرة وعيال. المرأة قلعة كبيرة، إذا سقطت سقط المجتمع معها. فلعلي أن أبعث برسالة بها عبق المحبة والياسمين، أقول لهن أنتن من أخرجتم الرجال، وأنتن من قاد الزمام، وأنتن اللواتي نرفع بهن الرؤوس. أمهات الشهداء رحمهم الله، قوة المرأة، ترى ابنها سطر التاريخ اسمه ويدافع عن دينه، عن دينه وعن وطنه، وما تقبلته بابتسامة واطلق عليها أم الشهيد. وصدق عليه الصلاة والسلام حينما قال النساء
شقائق الرجال، فنحن نشارككن بكل شيء وأنتم تشاركون بكل شيء.